انه المواطن له يعني فرصه، له فد طريقه ينقل بها يعني كلامه، معايته، امنيته بمناسبه العيد. خلينا نتابع مشاهدينا الكرام امنياتكم في العاصمه العراقيه بغداد، وخلينا نسال بنان بعد ورا ما نتابع التقرير هذا، نشوف بيا منطقه هذا المراسل رايح، خلينا نشوف تندل بغداد لو ما تندل. طيب خلينا نشوف التقرير مشاهدينا الكرام، او يعني تهاني العيد من العاصمه بغداد ولنعود. اختلفت أجواء العيد في بغداد عن السابق بكثير، فبعد جائحة كورونا وحظر التجوال في بغداد وباقي المحافظات، باتت أغلب الأسواق والمحال التجارية في حيرة من أمرها بسبب ضعف الإقبال من قبل المواطنين والأهالي. أكيد إحنا كل سنة إحنا نتعايد ونتزاور بيناتنا، بس هالسنة اختلفت الأمور، لازم إحنا نتعايد عن طريق الموبايل وعن طريق الأونلاين بالموبايل. بس هسه يعني عن طريق قناتكم يعني أحب إنه أقول كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة إن شاء الله على العراقيين يا ربي، ويبعد عنا هاي الكورونا إن شاء الله وهذا المرض. أمنياتنا إنه هو نرجع الحياة من طبيعية بلا هاي التخوف وال الركضة والوقت الضيق، واحد من يطلع واحد ما يلحق أي شيء يسوي. البغداديون بدت على وجوههم ملامح الحزن والحيرة بسبب جائحة كورونا، حتى أصحاب المحال عبروا عن أمنياتهم بانتهاء هذا الفيروس الذي تسبب بضعف في مبيعاتهم. أكيد اختلفت يعني إذا تشوف أولا قالوا بالعيد حضرت جوال أنا راح نقضيها بالبيت، هاي واحدة. اثنين تعرف هذا الفيروس مو كورونا وهاي السوالف، ان شاء الله بالكالله نقول شنو امنيتك؟ والله بس انه الله يزيح عنا هذا الوباء ان شاء الله، كل شيء ما نريد يعني. الحمد لله اشكر والله يستر على امه محمد وعلى المسلمين كافه. والله احب اعيد خوالي بسليمانيه، اقول لهم كل عام وانتم بخير صحه وعافيه ان شاء الله يا رب، الله يحفظكم. واعيد بيت جدي هماتين عمامي، هم اقول لهم كل عام وانتم بخير، واصدقائي وكل عام وهم بخير. كما اختلفت أماني العراقيون في عيد الفطر المبارك عن الأعياد السابقة، والجميع عبروا عن أمنياتهم بانتهاء جائحة كورونا في البلاد. لسام الراء الفضائية علي الحسني بغداد.